السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وذكر الله واجب. ونشوف هذه ما شاء الله تبارك الله نوع من أنواع الصنوبر. اللهم لك الحمد والشكر، امتلكت اثنين. هذه كذلك هتبقى هنا في الدولة. طبعا ذكرنا قلنا أن الصنوبر ما شاء الله تبارك الله يتحمل ظروف البرد العالية جدا، مشهور يعني بهذا الشيء، يعيش خارجي. جميلة ما شاء الله تبارك الله جدا. طبعا ما سنحت الفرصة انه اصورها بر، ما شاء الله تبارك الله جيراننا عندهم زيها، جميلة جدا. شوف شكلها كيف، كثيفة ما شاء الله تبارك الله. والله يبارك لي ويبارك لكم.